أرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية من الجزائر. دكتور رزاقي، سنتدرج نقطة نقطة في المشهد الجزائري ونبدأ بنسبة المشاركة وهي الأقل في تاريخ الجزائر، لم تصل إلى 24%، يعني هي في حدود 23.3%. ماذا يعني ذلك؟ السلطة لم تدرك أخطاء التي وقعت سواء في انتخاب 12-12، انتخاب السيد تبون رئيسا، أو في انتخاب أو الاستفتاء حول الدستور، وبالتالي لم تدرك بأن هناك شعب في الشارع. هذه النقطة. النقطة الثانية، السيد تبون ارتكب أخطاء. الخطأ الأول أنه أعلن عندما وصلت المعلومات بأن النسبة منخفضة قبل الانتخابات، أعلن بأنه لا تهمه النسبة، وهذه تعتبر بالنسبة للجزائريين شتيمة، لأنه لا يعقل، لا يهمني من ينتخب. وإذا نستطيع نقول، نتكلم بصراحة أكثر، نقول بأنه حتى بعض الولايات تم تزوير الانتخابات فيها. قد تقول لي ما هو دليلك؟ أقول لك أنه عندما ترى ولايات فيها الانتخابات 0.81 مثل بجاية أو واحد مثل تيزي وزو أو مجموعة، وتجد هناك عدد كبير فائزون بمقاعد المقاعد. هذا دليل بأنه تزوير، لأنه لا يقل أنه إذا 100 شخص يأخذ، وأنا نعرف بعض الولايات، نعرف مترشحين ب 500 صوت مقعد. إذا المشكلة الأساسية هي مشكلة مربوطة بثقة المواطن في السلطة، ثقة مفقودة نهائيا بين السلطة والمواطن. نعم، سنعود إلى هذه النسبة وما ماذا يعني مشروعية البرلمان القادم، ولكن هل فاجأك تصدر جبهة التحرير وهو الذي يسمى عادة بحزب السلطة أن يتصدر هذا المشهد بعد حراك دام لشهور طويلة وإزاحة الرئيس السابق والحديث عن تغيير والحديث عن عهد جديد، ثم يجد الجزائريون حزب جبهة التحرير في المقدمة؟ ماذا يعني ذلك؟ أعتقد أنه الجزائريين أوفياء، يجب ننتبه. الحزب الوحيد، كان هناك حزبان يمكن اعتبار بأنه لهم قواعد، حزب جبهة التحرير موجود في الشيوخ وفي الذين ما زالت عندهم علاقة بالجهاد وبالثورة، إذا الرمز للثورة ما زال موجود عنده قواعد، وعنده في 58 ولاية مكتب، الحزب الوحيد اللي موجود. المقابل الثاني وهو حركة مجتمع السلم. حركة مجتمع السلم في كل عائلة موجود واحد. إذا حركة مجتمع السلم مبنية قاعدتها على النساء، معناها أول حزب قاعدته نسوية بالدرجة الأولى، وهذا من عهد نحن الله يرحمه. إذا هذان الحزبان عادي بالنسبة لي. الشيء اللي غير عادي بالنسبة لي هو تصدر القائمة الثانية أو المرتبة الثالثة بالنسبة لي الأحرار ب 78 قائمة المستقلين. نعم، المستقلين هذم أو نسميهم الحرار، هذ المستقلين اسمح لي أقولهم أكثر من 100 مليار. معناها تصور شاب لا يعمل بطال، تعطي له 30 مليون حتى يدخل الانتخابات، حتى يدير صور كذا. ولهذا هؤلاء استفادوا بحكم القائمة، عندما القائمة تجد فيها 36 واحد، معناها العائلة نتاعهم يصوتوا. إذا لعبوا على العائلات، إذا القوائم هذه لعبوا على العائلات، بينما الأحزاب لعب على القاعدة الحزبية. ولهذا بالرغم من أن القوائم مفتوحة، معناها القائمة مفتوحة، ومع ذلك الناس صوتوا على الحزب أكثر من القائمة بعكس الأحرار. يعني الحقيقة لا نريد التشكيك في هذه الانتخابات، طبعا هذا يعود إلى اللجان هناك والمعنيين والناخبين الجزائريين وما أشرت إليه حضرتك أيضا دكتور الزاقي، لكن الحقيقة بناء على تصريحات رئيس حركة حمص قبل إعلان النتائج يقول بأنه محاضر الانتخابات تؤكد بأن حركته كانت في المقدمة، ثم فجأة تتحول إلى المرتبة الثالثة. هل هذا باعتقادك تقدير غير دقيق ربما من الحركة، أم أن المسائل رتبت بهذه الطريقة لأمر ما؟
هذه الأحزاب دائما الأحزاب الإسلامية في الجزائر هذه طريقتها. طبعا لا أقصد أحزاب الإسلامية في دول أخرى عندها مبادئ ثابتة، وإنما أركز على هذه الأشياء. الخلاف قبل كان يفترض على السيد شرفي رئيس السلطة، ما يسمى بالسلطة المستقلة، رئيسها تأخر 3 ساعات تقريبا. لماذا تأخر؟ لأنه هو برر، قال بأنه لم أستلم محضر من المحاضر محضر وهران، بينما الحقيقة شيء ثاني. الحقيقة أنه عندما اكتشفوا توصلة المحاضر اكتشفوا النسبة التي أعطوها مسبقا وهي 30.20 لا غير مطابقة، فبدأوا يبحثون عن طريقة من مطابقة مع القوائم. وفي هذه الحالة اضطروا أن يتصلوا بالمجلس الدستوري. المجلس الدستوري قال لهم ليست أول مرة يقع هذه الأخطاء المادية، يمكن تصحيحها، ولهذا لم يتحدث السيد عن تصحيح هذه النسبة في الندوة الصحفية. نعم، هي الحقيقة نعم مفاجأة أن تعلن الهيئة بأن النسبة 30%، ثم يعود ويعلن بأن النسبة لم تصل إلى ذلك، بل هي 23.3. وهنا يقودني إلى مشروعية دكتور رزاقي هذا البرلمان المقبل، أن يصوت فقط 5 بليون وربما أكثر قليلا من النصف، يعني أقل من 6 مليون، من بين 24.5 مليون ناخب يصوت هذا العدد، وهو الحقيقة قليل، أقل بكثير من حتى من الثلث ربما أو الربع. يعني هذا تمثيل ضعيف للجزائريين، فماذا يعني ذلك بالنسبة لهذا البرلمان الذي يفترض سيمثل شرائح الشعب الجزائري؟ أولا من صوت وتحدث الذين أعطوا ثقتهم في البرلمان هذه هم أقل من 5 ملايين. لماذا؟ لأن مليون شخص، أكثر من مليون شخص عسكريين، أوراق ملغات، أوراق ملغات، نعم. إذن الأوراق ملغات يعني قائمة، بمعنى أنه هناك هذا البرلمان 19% فقط، يمكن نقول مشاو مع السلطة القائمة. طيب قد يسأل واحد لماذا وكيف يمكن هذا البرلمان أن يقدم؟ هم لا يهمهم التصويت، وأعتقد أن السيد الرئيس عندما قال لا يهمني النسبة كان صادقا، وربما الحالة الوحيدة صادق كان صادقا فيها، لأنه لا يهم النسبة، يهم رضا المؤسسات الدولية. هنا الهدف هذا معنا في ممكن في منتصف الشهر القادم يتم طرح فكرة مشاركة الجزائر في مع دول في الساحل لحماية الساحل، لحماية بعض الدول، سواء يكون هذا المشاركة بطلب، تأتي بطلب من دولة من دول الساحل مثل مالي، أو يأتي عبر منظمات دولية، وفرنسا ستلعب دور هذا، لأن فرنسا قبل الانتخابات سحبت جيشها، وسكن هناك حديث بأنها أعدت للجزائريين. إذن وكأن الجزائر يلبي طلبا فرنسيا بشكل واضح. هو أكثر من هذا، أنا لم أسمع في تاريخ الدول أن رئيس دولة مثل الجزائر عندها ثورة عندها تاريخ يقول أنا تحت سمع راني تحت طاعة الأمم المتحدة، معناه أن الأمم المتحدة التي تقرر في الجزائر. هذه الأمم المتحدة هي اللي احتلوا العراق، الأمم المتحدة هي اللي وقعت في ليبيا، هي التي حطمت ليبيا، الأمم المتحدة هي التي تحطم دول أخرى. إذن هذه الأمم المتحدة عبارة فيها 5 أشخاص، 5 أشخاص يحكموها، هؤلاء الخمسة واحد منهم هو الراعي الرسمي للجزائر. ونعطيك مثال موجود في الجرائد الرسمية، الجرائد الفرنسية بالعربية ما كتبوهاش، أن السفير الفرنسي التقى عدد كبير من رؤساء الأحزاب وحاول يقنعهم، حتى تصريح القاضي إحسان وهو رئيس راديو أم، هذا يتحدث في بيان له في حديث مع القناه مع الاذاعه نفسها، يقول بانه انا استنطقني لاول مره ضابط سامي بهذا باللغه الفرنسيه، وانه نبهني الى خطوره الاسلاميين اذا وصلوا. اذا هنا نلاحظ نقطه اساسيه،
أن السلطة كان يعنيها المجلس كمجلس حتى تمرر عبر وكثير من القوانين مرة دون مجلس. في الدستور يفترض القانون لا يطبق إلا بعد اجتماع المجلس. طيب هناك أيضا معلومة نود أن نتثبت من حضرتك سيد رزاقي بخصوصها، لأن السلطات الجزائرية نفت ذلك، لكن هناك مصادر فرنسية تحدثت بأن قائد الجيش السيد جنجريحة التقى بجهات فرنسية في الأيام الأخيرة. هو الحاجة اللي لفتت نظري هو البيان الصادر عن وزارة الدفاع وهو بعنوان تكذيب. هذا البيان يبدأ بجملة لا يمكن أن يقولها واحد في المؤسسة العسكرية، التضليل وكذا. هذه مجلة ده آخر حوار هو ماكرون الذي دعم سيد تبون، وبالتالي هذه لا يمكن الفرنسيين أن يقبلوا شيء ليس صحيح تمر. كان يمكن أن يخرج واحد ضابط بسيط يقول أن المعلومات المنشورة ليس صحيحة وانتهت. هو طبيعي يروح. لماذا يروح؟ لأنه يجب إعداد الأشياء المربوطة بخريطة الطريق، ما يديرهاش بعد ما يصوتوا خريطة الطريق، لأنه ربما، وأنا أرجح هذا الرأي، ربما لتحضير بعض الشاحنات اللي ذهبوا، بعض الطائرات فيها أشياء تحضيرية. إذن هناك مسائل مربوطة بانتقال الجيش الجزائري إلى مصر. لكن هذه النقطة نريد أن نختم بها هذه الزاوية دكتور رزاقي. هنا الجزائر هي تنسق مع فرنسا الند للند، أم هي تتلقى الأوامر والتوجيهات بشكل واضح؟ أنا لا أعتقد أنه هناك دولة حتى الآن تنسق مع الجزائر من الدول العظمى الخمسة تنسق مع الجزائر ند للند. بالعكس تعطى لهم الأوامر. والدليل أنه نعطيك دليل أن الأمريكيين طلبوا من الجزائر ألا تنصب بعض الصواريخ اللي شراهم S-400 من روسيا، طلبوا بأن تكون البعد بين الصواريخ والمحيط 600 كيلومتر، بمعنى أن يكونوا في الصحراء حتى لا يستغلوا من طرف روسيا. إذا الند للند لا وجود لها، والدليل أنه تدخل سافر في كثير من الأمور. عندما يتحدث السيد مثلا رئيس المكتب الرسمي باسم الحكومة يسحب الاعتماد، طيب واليوم الثاني يديروا حوار معه مع قناة جد عن فرانس ماتكار. أنا أعتقد أنه هناك مشكلة في الجزائر. إذا لم ترضى السلطة الفرنسية عن الجزائريين سيسقطون. طيب دعنا نختم بسؤال يتعلق بالمستقبل في ظل كل ما ذكرت دكتور الزاقي، نحاول أن نحوصل. ما هي المحطة التالية الآن؟ هل الأمور سائرة في اتجاه يعني محاولة سد هذه الثغرات، سد نقاط الضعف، ربما فتح حوار مع الحراك، وهنا يطرح سؤال عن مصير الحراك، محاولة للملمة الأوراق لتدخل الجزائر على الأقل شبه موحدة للمرحلة المقبلة؟ لأن هذا الانقسام إذا ظل على حاله ستجد فرنسا وغير فرنسا فرصة للهيمنة أكثر ربما. أنا أتصور أن الخطة لهؤلاء الذين يحكمون والمؤسسة العسكرية في الجزائر كالتالي: أولا إنهاء استكمال من سلسلة الانتخابات في سبتمبر، معناها في الدخول الجامعي أو المنظومة التربوية دخولها، تبدأ الانتخابات المحلية البلدية والولائية، ثم ربما يؤجلون انتخابات مجلس الأمة. لماذا؟ لأنه مجلس الأمة هو فيه الثلث المعطل لأي قرار، وبالتالي يؤجل يبقى وماشيين بهذا المجلس. نقطة أخرى، أنا في تقديري أنه في الأخير يضحون بالسيد تبون. السيد تبون لم يعد مرغوب فيه لدى فئة كبيرة من الجنرالات. يعني سيكون بين قوسين كبش الفداء في المستقبل. يوقع له مثل ما وقع للرئيس الجنرال اليمين زروال عندما أجبره على الاستقالة. الدكتور عبد العالي، أنا أعتقد أن هذا الحل. لكن بنقطة واحدة، ما هو البديل حينها في هذه اللحظة؟ ما هو البديل إذا تم التضحية بالسيد تبون؟ البديل عنها.
عندهم عدد كبير بدون ما مش حصلوا البدائل حاضرة. عدد لا ما عندوش علاقة بالحراك، هم يعملوا نفس التجربة اللي وقعت مع قايد صالح. القايد صالح الآن شنقري حيمشي بنفس الخطة نفس الأشياء نفس الطريقة، ضمن منه أنه يحدث تغيير. الحراك سيستمر ويستمر بالسلمية وهذه تخيفهم. الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر.